بسم الله، دلوقتي هاجي ارسم كيرف بالشكل دوت، ولما احب اخرج منه هدوس رايت كليك، تمام بالشكل ده. طيب هقول له كوبي واقول له بيست، فبقى في خطين في نفس المكان. فلما اجي اعمل سيلكت بيبدا يخيرني، فاختار نقطه معينه وليكن مثلا النقطه ديت، وابدا احرك فيها. تمام، اختار النقطه دي، تمام، وابدا احرك فيها كده لفوق بالشكل دوت. طيب هاجي هنا على الكيرف دوت، وابدا اقول له انا عايز توزع لي هوريزونتال فريم، هبدا اعلم على الكيرف اهوت. واجي اعلم على الكيرف واقول له سيت وان كيرف، هيبدا ياخد لي الكيرف اهوت. عايز احدد له رقم معين، فهقول له مثلا 3، فيبدا يوزعهم لي بالشكل ده. تقدر تتحكم فيهم. طيب ممكن تيجي بقى على الكيرف دوت وتقول له انا عايز سيت وان كيرف، وتختار الكيرف دوت. تمام، سيت مالتيبل كيرف، انتر، يروح يختار الشكل دوت. خلي بالك هو رغم ان انت ممكن يكون الشكل دوت في طلوع ونزول، بس هو ملتزم بان هو يبقى كل كيرف فيهم موازي للشكل اللي تحتي بالشكل دوت. تمام، كويس جدا. طب اقدر انا عايزه يبقى ماشي مع الشكل دوت، اجي هنا في الكيرف واروح مختار بيرمنديكولار فريم اهوت، تمام، بحيث يبقى عمودي على شكل الكيرف دوت، واقول له انا عايز اعمل كيرف اهوت. تمام، ممكن ناخد حتى نفس الكيرف دوت نحطه هنا. تمام، زي ما انت شايف شكله اتغير خالص. ده هاجي هنا هقول له مش عايز اشوفه بالشكل دوت، هو مفترض ان هم 10، فاقول له خليهم 4، فبقى عمودي على الخط. تمام، وبيتغير مع تغير الخط، تمام، واخد نفس الزاوية ونفس كل حاجة مع الخط.